بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 83. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج نور على الدرب، ويسرني أن أقدم رسائلكم في هذه الحلقة إلى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وذلك ليتولى فضيلته مشكورا الإجابة عليها بعون الله تعالى. ويسرني أن أرحب بفضيلة الشيخ صالح في بداية هذه الحلقة شاكرا له استجابته، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. أيها السادة، كنا في حلقة مضت عرضنا رسالة المرسلة أمل بنت عبد العاطي من مصر، وبقي لها بعض الأسئلة. تقول في هذا السؤال يا فضيلة الشيخ: هل يجوز أو هل تجب الزكاة في لبس الذهب الذي يلبس في بعض المناسبات فقط وهو غير مكنوز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن موضوع وجوب الزكاة في الذهب المعد للحلي الذي تستعمله المرأة في المناسبات محل خلاف بين أهل العلم على قولين: منهم من لا يرى وجوب الزكاة فيه نظرا لأنه أصبح من المستعملات لا من الأموال النامية، كالثياب التي تلبس والدواب التي تركب والعقارات التي تسكن وتؤجر ليس فيها زكاة، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم. وذهب بعض العلماء إلى وجوب الزكاة في الحلي ولو كان مستعملا، أخذا بالعمومات في وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولأدلة خاصة وردت في الحلي رأوا منها الدلالة على وجوب الزكاة فيه ولو كان مستعملا. المسألة خلافية، قد كتب فيها الكثير والكثير، وعلى كل حال الخروج من الخلاف وإبراء الذمة بيقين أحسن. فإذا كان استطاعة صاحبة الحلي أن تزكيه وتبرئ ذمتها فإن هذا أحسن، وفيه خروج من الخلاف وفيه أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى، لأن الصدقة فيها خير، فيها بركة. نعم. أثابكم الله. هذه السائلة تقول بأنها: هل هناك لباس خاص للصلاة؟ فهي ترى بعض النساء يخلعن ملابسهن الداخلية ويلبسن ثيابا خاصة للصلاة، على زعم أن هذه الملابس الداخلية الملاصقة للعورة قد تكون تأثرت أو علق بها شيء من النجاسة وهن لا يدرين، فهل هذا صحيح في الشرع؟ أرشدونا بارك الله فيكم. ليس للمرأة لباس خاص بالصلاة، بل كل ما سترها من الثياب وليس فيه زينة فاتنة فلها أن تصلي فيه، مما جرت عادة النساء بلبسه وهو يستر بدنها وليس ضيقا فإنها تصلي فيه ولا تتقيد بلباس خاص أو تخصص ملابس للصلاة، ولا يتعين عليها أن تخلع ملابسها التي كانت عليها ولو كانت ملاصقة لداخلها إلا إذا تحققت من وجود نجاسة فيها. إذا تحققت من وجود نجاسة فيها فإنها تغسلها وتصلي، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي سألته عن دم الحيض تصيب الثوب، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغسل محل الدم وأن تصلي فيه، تصلي في هذا الثوب الذي حاضت فيه. دل هذا على أنه لا يضر لبسها للثوب حتى وهي حائض إلا إذا أصابه دم فإنها تغسله وتصلي فيه. الأمر في هذا واسع والحمد لله. نعم. أثابكم الله وبارك فيكم. هذه رسالة وردتنا من العراق، من بغداد، من عين ألف السعيدي. هذا السائل يقول: يا فضيلة الشيخ، يلاحظ في بعض الأحيان أن أصحاب السيارات يستعملون في السلام منبه السيارة إذا مروا على أصدقائهم أو أصحابهم، فيغمزون هذا المنبه
ويحدث صوتا على أنه سلام، ويقابلهم الآخر بمثل ذلك، وأحيانا يكون فيه الإشارة باليد، فهل يلزم أن يكون مع هذه الحركة تلفظ بالسلام، وبالنسبة لمن يرد يلزمه أن يتلفظ أيضا بالرد، أم يكتفى بهذه الإشارات، وهل لها أصل في الشرع؟ الإشارات وصوت المنبه لا يكفي عن السلام باللفظ، بل يتلفظ بالسلام. يستحب للمبتدي أن يتلفظ بالسلام، ويجب على الراد أن يتلفظ بالرد، لأن البداءة بالسلام سنة ورده واجب، ولا يكفي في هذا صوت المنبه أو الإشارة باليد، وإنما صوت المنبه أو الإشارة باليد من بعد يكون دليلا أو تنبيها للآخر ليستقبل السلام الذي يؤديه إليه أخوه المسلم. فالإشارة باليد أو المنبه السيارة لا يكفي عن التلفظ بالسلام، وإنما يكون في ذلك تنبيه للبعيد الذي لا يسمع السلام، لكن لا بد معه من التلفظ بالسلام، ولا يؤدي المشروعية إلا بالتلفظ. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. يقول هذا السائل أيضا، هل مس الإنسان لعورته من غير قصد يؤثر على الوضوء؟ نعم، إذا أفضت يده إلى فرجه من غير حائل فإن هذا ينقض الوضوء، أو فرج غيره، إذا لمس الفرج ينقض الوضوء قبلا كان أو دبرا، لكن إذا كان مباشرة من غير حائل، أما إذا كان من وراء حائل فإن هذا لا ينقض الوضوء. نعم، أثابكم الله. هذا السائل أيضا يقول بأنه مقبل على طاعة ربه وملتزم بأداء حقوق الله ما استطاع. يقول: أردت الزواج من بنت خالي، ونذرت لله أن أصلي 20 ركعة إذا تم ذلك الزواج، ولكن لم يتم ذلك الزواج، وقد وفيت بنذري وصليت 20 ركعة لأني على ثقة بأن الله تعالى لا يريد لي إلا الخير، وخشيت من الموت ولله علي نذر، فهل عملي هذا صحيح؟ أفيدوني بارك الله فيكم. هذا نذر معلق على حصول الزواج ولم يحصل، فلا يجب عليك شيء، لأنه نذر معلق على حصول المقصود ولم يحصل، فلم يجب في ذمتك شيء، لكن ما صليته يرجى لك الأجر فيه، يكون من باب التطوع. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم. هذه رسالة وردت إلينا من السائلة حاء فاسين من الرياض. الحقيقة السائلة هذه تذكر يعني مسألة حصلت لها، وهي مسألة يبدو أنها مما يتساهل فيه كثير من الناس ويتجرؤون عليه بسبب قلة الورع. تقول هذه السائلة: أنا فتاة حديثة الزواج من شاب يكبرني بحوالي 15 عاما، وهذا الشاب لا يرغب إنجابه، وهذا الزوج لا يرغب إنجاب الأولاد حاليا ويصر على ذلك، لذا فقد استعملت حبوب منع الحمل، ولكن عندما حصل حمل بإذن الله ذات مرة ومضى عليه فترة، أصر زوجي المذكور على إسقاطه أو على إسقاط الحمل، وأخذني إلى المستشفى وتم إسقاط الجنين بالرغم من أني أشعر بالذنب، مع أن في ذلك إزهاق روح بغير ذنب. ومما زاد في قلقي هو ما أخبرتني به إحدى الزميلات أن امرأة حصل لها قبل ذلك وأسقطت الجنين، فعاقبها الله بأن حرمها من الذرية لمدة طويلة، وبعد العناء جاءهم مولود مشوه وسقيم. وقالت لي الزميلة أنه ينبغي الرضا بما كتب الله من الحمل وعدم إسقاطه، لأنه خير ونعمة من الله، وأن هناك الكثير ممن حرموا من الأولاد يتمنون الأولاد ولكنهم لم يجدوهم. سؤالي: ما هو حكم عملي وزوجي بإسقاط الجنين بحجة أننا لا نريد الأولاد الآن لنتمتع بشبابنا كما يزعم زوجي البالغ من العمر 38 سنة؟ أرجو الإيضاح والنصح، جزاكم الله خيرا. ما ذكرته السائلة من التهرب من الحمل هذا خطأ كبير، وربما يكون هذا الزوج تأثر بالدعايات الباطلة التي تنفر من الإنجاب وتنفر من الحمل والذرية. الواجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الأولاد نعمة من الله عز وجل، وفيهم خير لوالديهم وللأمة إذا أصلحهم الله. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على طلب الولد، حث على الزواج من أجل طلب الذرية، تزوج الولود التي تنجب، كل ذلك طلب من باب الطلب والترغيب في حصول الذرية.
فما فعلتموه من أخذ الحبوب لتأخير الحمل هذا خطأ كبير، وأما إسقاط الحمل هذا جريمة كبيرة. إسقاط الحمل بعد ما يستقر ويتحقق إسقاطه من أجل عدم الرغبة في الحمل هذا جريمة كبيرة، وتهرب من حمل موجود وهو أشد من تعاطي الحبوب في الأول من أجل منع الحمل أصلا، وإن كان ذاك أيضا منهيا عنه ولا يجوز، لكن إسقاطه بعد ما استقر ووجد هذا أشد إثما، لأن الدافع هو عدم الرغبة في الولد وليس الأمر من باب العلاج أو من باب كان له نظر آخر، لكن هذا كما ذكرت السائلة أنه عدم رغبة في الحمل. والإنسان لا يتصرف في نفسه وفي غيره إلا بإذن الشرع وسؤال أهل العلم قبل أن يقدم على شيء، فما فعلتموه هذا يكون من باب الخطأ الكبير. وإذا كان هذا الحمل قد تم له 4 أشهر ونفخت فيه الروح وأسقطتموه بعد ذلك فإن هذا يعتبر من الجناية على الجنين، وهذا يوجب الدية، وهي الغرة التي أوجبها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عشر دية أمه، ويوجب الكفارة أيضا كفارة القتل عند بعض العلماء لعموم قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة إلى قوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فالحاصل أن هذا عمل خطأ، ولا يجوز للمسلمين أن يتهربوا من الحمل إلا إذا كان يترتب على الحمل مضار صحية، كأن تكون المرأة إذا حملت تتضرر صحيا في بدنها ويخشى عليها من التلف. في هذه الحالة يجوز أن يتعاطى ما يؤخر الحمل، لا ما يقطعه بل ما يؤخره إلى فترة زوال هذا العذر. أما والصحة تامة ومهيئة للحمل فلا يجوز التهرب من ذلك. نعم، أثابكم الله. الحقيقة في رسالة الأخت السائلة إشارات إلى كلام زميلتها في حكاية المرأة التي منعت الحمل ثم عاقبها الله بانقطاع الحمل فترة ثم مجيء طفل مشوه، ألا ليس لفضيلتكم تعليق على ظواهر مثلا أو على مثل هذه الظواهر؟ ليس هذا ببعيد أن تعاقب المرأة إذا أسقطت الحمل لغير مبرر أو تهربت منه لغير مبرر، أنها تعاقب بالحرمان من الحمل أو تعاقب بما ذكرته السائلة من مجيء طفل غير سليم وغير سوي. العقوبات لا تستبعد من الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر يخشى منه. وما يصيب الأجنة الآن من كثرة التشوهات ومن كثرة التغيرات لا يبعد أن هذا عقوبة من الله للبشر الذين صاروا يتصرفون هذه التصرفات السيئة نحو الحمل ويتهربون منه ويسقطونه، أن الله عاقبهم بهذه الظاهرة وهي كثرة وجود المشوهين من الأجنة، مما أعضل الأطباء الآن وصاروا يبحثون عن الحل الخروج من هذه الأزمة. نعم، بارك الله فيكم. بالنسبة لفضيلة الشيخ للنظرة التي يراها هذا الزوج وأمثاله من بعض الناس الذين يعطون الشهوات أكبر من حجمها في مقولة أننا نريد أن نستمتع بشبابنا، ما علاقة هذا بورع المسلم وتقواه؟ المسلم لا يقدم على هذا العمل ويتهرب من الحمل بحجة أنه يريد التمتع بشبابه، لأن الحمل لا يمنع من التمتع، الحمد لله لا يمنع من التمتع ولا يمنع من قضاء الوطر، وفيه زيادة خير وهو حصول الذرية. لكن كما ذكرت في الجواب السابق ربما يكون هذا الزوج ممن تأثروا بهذه الدعايات، والمسلم لا يتأثر بالدعايات الباطلة بل ينظر إلى حكم الشرع وإلى المصالح التي رتبها الله سبحانه وتعالى على وجود الذرية. نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من محمد حسانين عبد المعطي، مصري مقيم في اليمن الشمالي. يقول هذا السائل بأنه خطب فتاة وبقي على هذه الخطوبة لمدة 10 أشهر ولم يقدم لها شيئا من ذهب أو غيره، ويريد الآن أن يفسخ هذه الخطوبة، فهل له ذلك؟ وهل عليه إثم؟ وهل عليه تعويض لهذه الفتاة عن مدة خطوبتها معه؟ أفيدنا أثابكم الله. إذا كان قد تم العقد ويريد أن يطلقها قبل الدخول فلا بأس بذلك، فإن كان دفع إليها شيئا فلها نصفه، إن كان دفع إليها شيئا من المهر فلها نصفه،
كما قال تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوا كما قال سبحانه وتعالى فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فإذا طلقها بعد العقد وقبل الدخول وقد أمهرها شيئا فإن لها نصف المهر الذي أعطاها، وإن تركه لها كله أو هي تركته كله له فهذا أحسن. أما إذا لم يكن سمى لها شيئا ولا دفع إليها شيئا وقد عقد عليها فإنه يجب عليه أن يمتعها بأن يعطيها شيئا من الكسوة شيئا من المال، يعطيها شيئا من الكسوة ويعطيها شيئا من المال. قال تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، هذا في التي أعطيت مهرا. وأما المطلقة قبل الدخول ولم يفرض لها مهر فلها المتعة بأن يعطيها شيئا من المال ومن الكسوة. قال تعالى ومتعوهن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسي قدره وعلى المقتري قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. أما إذا كان القصد أنه لم يعقد عليها وإنما خطبها مجرد خطبة وأجيب ولم يعقد عليها ثم عدل عنها فلا حرج عليه في ذلك ولا يجب عليه نحوها شيء، وإن أعطاها شيئا من باب تطيب نفسها وخاطرها فهذا من المستحسن لكنه ليس بواجب عند أكثر أهل العلم. نعم. أثابكم الله. ما يعرف في هذه الأزمنة بالخطوبة ومراسيم الخطوبة، وظن بعض الناس أن لها تأثير في إباحة نوع من العلاقة أو ترتيب شيء من الالتزام، هل لكم في هذا توجيه فضيلة الشيخ؟ نعم، العلاقة لا تحصل إلا بعد العقد، العلاقة بين الزوجين والخلوة هذه لا تجوز إلا بعد العقد، لأنه إذا عقد عليها صارت زوجة له. أما قبل العقد بمجرد الخطبة وحصول الاتفاق فإنها أجنبية منه، يحرم عليه أن يخلو بها أو أن يستبيح منها ما يستبيحه الزوج من زوجته، حرام عليه ذلك لأنها أجنبية. وما يفعله بعض الجهال أو المتشبهين بالكفار من أنه يستصحبها بعد الخطبة وقبل العقد أو تسافر معه ليرى بزعمهم أخلاقها، هذا كله من الشيطان، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يخلو رجل بامرأة إلا وثالثهما الشيطان، هذه لا تحل له وهي أجنبية، لا يجوز له أن يخلو بها ولا أن يسافر بها لأنه أجنبي منها. نعم. بارك الله فيكم. وقد ترتب على هذا مفاسد كثيرة فضلت. لا شك سيترتب على هذا قطعا، إذا خلى رجل بامرأة سيترتب على هذا ما حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من سوداني مقيم في اليمن أرسل إلينا يسأل سؤالا يقول فيه هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في المعراج، وما معنى قوله تعالى قاب قوسين أو أدنى؟ الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج بعينيه، وإنما رآه بقلبه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا، إنما هذا في الآخرة في الجنة، إنما الرؤية لله سبحانه وتعالى تكون في الجنة، يراه المؤمنون في الجنة ويرونه كذلك في عرصات القيامة، فهذا لا يكون إلا في الآخرة. أما في الدنيا فلم تحصل الرؤية لأحد. موسى عليه السلام لما سأل ربه أن يراه، لما تجلى لما جاء لموعد الله له وكلمه الله عز وجل، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه سوف تراني الآية. فلا الرؤية غير ممكنة في الحياة الدنيا، وليلة المعراج من ذلك، إنما هذا في الآخرة كما تواترت بذلك الأدلة أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة. وأما قاب قوسين أو أدنى فالمراد به القرب، قرب الرسول صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام حينما أوحى إليه بأمر الله سبحانه وتعالى، كان قاب قوسين أو أدنى فأوحى، يعني جبريل أوحى إلى عبده أي إلى عبد الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحاه بأمر الله عز وجل. نعم. بارك الله فيكم. بهذا مستمعي الكرام نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، فنقدم شكرنا لفضيلة الشيخ صالح الفوزان على إجاباته وجزاه الله خيرا عنا وعنكم. تقبلوا تحية من المهندس الذي سجل لكم هذه الحلقة أحمد بن عبد الله الغامدي، وشكرا لكم على حسن المتابعة، وحتى نلتقي بكم في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى.